أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الوزراء هشام المشيشي قرر إعفاء 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير وتعيين وزراء بالنيابة، وهم وزراء العدل والصناعة والشؤون العقارية والموارد المائية والشباب والرياضة. وأكدت رئاسة الحكومة أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور.